السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم شباب، شو معكم أحمد أو شونجوك سبونك. المقطع اللي وعدتكم فيه مقطع المعرقين، مقطع الناس المعرقة، أفضل 10 لاعبين جايبين كلز عالي. ركزنا على العرب، ركزنا على السيزن السابع، ركزنا على مين برضو اللي قنواتهم شوي ضعيفة وما فيها على المشتركين كبير. في ناس أساطير، في ناس بتقول ليه ما خليت فلان، ليه ما خليت فلان، على عيني وراسي. هذه سلسلة من السلاسل اللي إن شاء الله راح تكون مستمرة، راح نحاول قدر المستطاع أن نخليها أسبوعية، ندعم فيها الشباب اللي عندهم قنوات جالسين يجلدون في العالم. فاللي ما جاء حظه أو ما جاء الدور هو في النهاية 10 فقط. رسائل كثير تجيني على تويتر، لكن 10 فقط. إذا أنت إنسان معرق، حسابي في تويتر قاعد تحت، ارسل لي مقطعك بدون إضافات، بدون موسيقى، بدون تعديلات، وكمل كلز حقك واسمك أو كلانك. تمام. قبل أخليكم على المقطع، في شيء جدا مهم بتكلم فيه. لعبة من الألعاب اللي ماخذة وقت الفترة الأخيرة، لعبة أسطورية، راح أستعرض لكم الآن مقطفات من اللعبة، أتمنى تعجبكم. تلقون رابط تحميل تحت في الوصف. خليكم على اللعبة، فمان الكريم. اللعبة عبارة عن حرب ومطاقك، تصفق في وحوش، تصفق في ناس، برضو في أسلحة كثيرة مرة تقدر تختارها وتطور منها وتخليها أقوى وأقوى. اللعبة فيها شخصيات كثيرة جدا، تختار شخصية اللي تبغاها وتصفق في الناس. أيضا تقدر تلعب ضد أصدقاء ومع أصدقائك، وواحد ضد واحد، ومو كده وبس، تقدر تطور في لعبك وتخليه أقوى وأقوى، وتضيف له أسلحة وتخليه يعني فول أوبشن. حقيقة الفترة الأخيرة اللعبة ماخذة حيز كبير من وقتي، لعبة أسطورية. نصيحة، تعطيها شوي من وقتك، حملها، وعد مني ما راح تندم. لعبة ممتعة، فيها شات، تقدر تتكلم مع الناس، تقدر تنضم إلى تحالفات، تقدر تسوي أشياء كثيرة. لعبة يعني ما بتطرش وانت تستكشفها أبدا. روابط التحميل بتلقونها تحت، حملها الآن، صدق لي بتدعيلي. تعطيهم على جوهم، تخليهم يركضون، أيوة كذا يركضون يركضون، هذا بعد خلاه يركض، ثم نمش كذا، خلهم يجمعون، وتعطيهم حبة سبرايز. حبة سبرايز، دفع الثاني تصفق على راسه، تصفيق تصفيق تصفيق، دفع عليه مرة ثانية تشقلب عند أخويا. اللي بيجيك قدرة ترجع لتصفقه بعد. كلكم شاب، يلا كمان له جيجي. يعني ما يضر يعني انك تعطيه شوية ضربة قاضية. تعالوا يلا كباب يا حب، كلكم كباب، مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا والعود أحمد مع أفضل 10 لاعبين كيلز عالي سولو سكواد، تصفيق في العالم. المقطع مش هو المرة معكم، شكرا للمصمم، قناته تلقونها تحت. ننطلق، توكلنا على الله. يا عمري حبيت الشغلة هذه. بسم الله نبدأ في المركز العاشر. عندنا لوكري سيزن اللي ما أدري وش اسمه، لكنه ما معرق في النهاية، ما عنده أفلان، نازل تلتب. ناس كثير بصير مقاطعه وما عندهم مكانات، مو بشرط انه يكون عندك كان انت اسطوره، حياك الله، يمكن تخش كان بعد مقطع كذا ما ادري. عموما الاخو ما شاء الله تبارك الله، واضح لوته جبار من تحديث الشيلدات. اغلب الايام كلها من تحديث الشيلدات، كل صاير اقل، بس لو تركزون وتلاحظون اغلب اللي جايبين الكلزات العاليه طلقات الشتقن ما تضيع عندهم، الطلقه الواحده على طول فيه يتدمج. شوف ركزي، بس عليك تركزي المقطع كامل على ايماتهم، أبيك تركزي على ايماتهم، سواء هيك ولا مو هيك الطلقة ما راح تزيد. يا ساتر ما في له هدات. كم الكيلز 31. اول بداية 31 كيلز المركز التاسع. سولو سكواد تقدر تقريبا 32. جوريفكس من كلان نحر، طبعا ذولي من الشباب اللي تنزل أنا ما تنتظرنا تحت زي ما ذكرت، نازل كذب كالعادة، أغلب الكلز عالي كذب. حلو، طلع من تدريد بعشرة كلز، باقي في الجيم 40. يا عمري الهدات، يا أخي الهد يطرب. يا سلام لا يا حبيبي، لا باقي خمسة خلاص. 30 30 30
30 يا ابوي. 31 حبيبي 31. ترى 32 يا ابوي. اي نعم 32 هو الجيم. انا تجيب ابوه بعد يا عيني. المركز الثامن جنتل من الكان فورديكس. هذا اللاعب من اللعيبه الاساطير حرفيا. ركزوا لي في الايه. اللي يشوفه يقول ماوس كيبورد. والله اللي يشوفه يقول ماوس كيبورد. سرعه في اللعب غير طبيعيه. ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 النشاط السواح المسكين ليش تسبقه هيد شوت يا عمري. 28 وباقي 7. شوف الايم اخر واحد يا ساتر. 32 كيلز المركز التاسع. قياس بكم متشابهه في الكيلز لكن برضو في النهايه هي مساله انك نزل مقطع. كينج حمود المركز السابع من كلان باور اي سبورت. العالم كلها تلفت. الكيلز العادي يطلع من تلفت. خويه معه لقم تفنش المسكين. والله ما الومك. يا ساتر. 157 27 وهذه 7. كم يجيب؟ ثمانية وعشرين وباقي 6. 30 وباقي 4. يا ساتر. 33 كيلز المركز السابع. كينج حمودي المركز السادس. تميم مكان فوردي اكس تلتت كالعادة. يا ويلي الهدات. يا سواح شو تسوي يا سواحات. جولة ثلاثة وعشرين وباقي 15 بالجيم. شوف الايم ما يضيعوا الطلقات. الطلقات ما تضيع. تبي كلز عدل ايمك. هذا هين الكلام. ما في الا قوة هدات. 32 وباقي 1. 33 كيلز المركز الخامس. بنت الزومبي. اول بنت زومبي تجينا. لورنز من كلان 2 دي. ذابح 26 وباقي 11. يا ساتر. ثلاثين اي والله 30. 31 هذه 32 تعتبر. 33 34 وينها 360. 34 باقي 1. 34 ونص بعد. لا ما تطير بالونه. تعال هذا يجمع. وقف خله يذبح. 35 كيلز المركز الخامس. 35 كيلز المركز الرابع. زد الدباسي من كلان باور نازل ريتين. اول واحد ينزل المدينه غير تلتت. هذا ان دل على ان تلتت هي مقياس الكيلز العالي. شوف كم يطلع من المدينه. يا ساتر 11 في ريتين. يا عمري والله متعة. والله ما في متعة. شوف الهدات اللي تمشي. ما شاء الله تبارك الله. 32 باقي 4.
34 وباقي 2. خمسة وثلاثين كيلز المركز الرابع. 35 كيلز يا أسطورة يا قاسم. المركز الثالث ميستري من كلام بول. بداية مبشرة ثلاث هدات. شوف السواح يتزلج السواح يودع ملاعب. 12 كيلز طلع من تلتك. 12 كيلز لو تلاحظون حتى الناس تختلف بنوع الأسلحة. في اللي يلعب مع سرمشين، اللي يلعب مع ديجل، اللي يلعب مع فردين. هذا مع فردين. 20 وباقي 35 في الجيم. وات طلع 28 منهم يا خالي. والله انك لا ما تتزلج. الايم 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 يطرد يا عمري. الهدات 33 وباقي 2. 34 باقي 1. 35 هذا هو بالطريق. ودع الملاعب ودع الملاعب بالحقك. خذك شيء كبير يا معرق يا معرق. المركز الثاني مين معانا؟ المركز الثاني عبود 990 من كلان اسكوال اتوقع سكيو. تلتد برضو. ايوه جوردنات. السلام عليكم. هذول مسكين 13 في الجلان. أول طلقة تلقى تضيع معنا اليوم. 15 في تلتد. 16 في تلتد. 20 في تلتد. يا ساتر. 21 في تلتد. 22 في تلتد. 23 كلز في تلتد. يا ساتر. الجميل في الموضوع إنه يلعب بسنايبر. يلعب بسنايبر. 30 وباقي 11. يا ويلي الهداف. 30 باقي 8. سك ال 40 سك ال 40 سك ال 40. لا 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 حرام. كان طاري اثنين. يا الله كان بسك ال 40 كلش. المركز الاول معانا ال جي ار جي مكان ار بي اكس. ينزل تلتت طلع من تلتت 13 كلز. صار جبر الطيارات. قال سكوادي مزمز عليهم للحين. نظرون يربع مغمونين. 16 كلز وباقي 35 بالجيم. نشوف كم يطلع جيم. هل في احد يجيب الاربعين؟ يا عيال 24 ضد 20. 28 باقي 12. والله يمدي على 40. لا ما يمدي على 40 صح؟ 29 في 2 نوك. لا ما يمدي. 35 يا عمري. 37 ضدي واحد. جبت على كلز عربي ضدي واحد. جبت على كلز عربي. اعلى كلز عربي. لا 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 ما طقطق ما طقطق ما طقطق. عمري 38. لا 38 واحد من الفاصل. نزلت سوري نزلنا نزلنا فاس يا عمري. شكرا لكل الناس اللي أرسلوا لقطاتهم. بعض اللقطات جودتها سيئة جدا جدا جدا. أتمنى يا أخوان ترى الجودة مهيب مني. الجودة من الأشخاص اللي هم ناصلين مقاطعهم. فأتمنى من الجميع أن يحرصني على موضوع الجودات ويحطها لي برابط يوتيوب ممتاز عشان نقدر نضيفها المقطع الجاي. في ناس كثار مقاطعهم حلوة وناس كثار جايبين كلز برضو عالي. لكن ما قدرت أنزل الجميع. في اللي يكون من السيزونات القديمة وفي اللي يجونك لقطاتهم أو الجودة حقت المقطع تكون سيئة. أتمنى تركزوا على موضوع الجودات. عموما إذا عجبك المقطع عطنا لايك. روحوا للشباب شكروا عليهم تحت. اشتركوا عندهم ناس مبدع بتسمتعون معاهم. اتمنى اذا عجبكم تعطينا لايك. تشترك اذا جديد على القناه. كود الايتم شوب اذا حاب تدعمني SXB. فمان الكريم اشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. فمان